سادة النقباء، سادة الأمناء المساعدين، سادة أعضاء اتحاد المحامين العرب. احنا بنتشرف وجود نخبة من المحامين العرب عندنا في القاهرة، وبنقول ان المقصود من سوريا ليس سوريا ولا شعب سوريا ولا دولة سوريا، المقصود من الاعتداء على سوريا هو تقسيم الوطن العربي. ولازم كل حاكم عربي نبعت له رسالة ونقول له النهاردة سوريا بكرة بلد تانية، ما تفكرش ان امريكا او الاتحاد الاوروبي هيحميك، لا اوعى تفتكر كده ابدا. كانت في الاول فلسطين، وقفنا مع فلسطين، والنهاردة لغاية دلوقتي فلسطين حقها مرجع لهاش، ودلوقتي سوريا، وبندخل على سوريا. وبعد ما سوريا بدأت تنهض وبدأت تحارب الإرهاب وبدأت تشفى من ما كانت فيه، قالوا لا لازم نضعف الوطن العربي كله، فبدأوا حرب على سوريا من ناحية الشمال. أنا بقول للناس كلها، إذا كانت مصر هي قلب الوطن العربي فسوريا هي نبض الوطن العربي، ولا يمكن أن نفترق القلب عن النبض، فكلاهما يحتاج إلى الآخر. وبقول في طلباتي لمعالي النقيب سامع عاشور ولكل أعضاء اتحاد المحامين العرب، لابد من تكوين وفد من الاتحاد لمقابلة أمين اتحاد الجامعة العربية عشان ترجع سوريا تاني الى الجامعة العربية. ما ينفعش يقول انا بعت لها فما جاتش، وما ينفعش النهاردة ان نيجي نعمل مؤتمر هنا في مصر عشان نساند سوريا ونقول للدول الغربية وللعالم كله احنا مع سوريا والجامعة العربية مش مع سوريا. لما مقعد سوريا يرجع لسوريا تاني عشان نحس ان هي من ضمن الوطن العربي، لكن لما تبقى سوريا النهاردة بتنتهك وبتحارب، وانا النهاردة كجامعة عربية ما رجعش المقعد ده الى سوريا، يبقى انا بقول للي بره سوريا وللخارج احنا مش مع سوريا. اذا كانت المصالح تتصالح فاحنا ضد المصالح التي تتصالح، وكلنا لابد ان نكون وقفة واحدة مع سوريا. إذا الوطن العربي كله شد رحاله، إذا الوطن العربي كله اجتمع مع بعضه، مفيش دولة هتقدر على الوطن العربي. فأنا بقول أهو تاني وتالت لابد من تكوين وفد. عايزين في الحاجة العملية مش النظرية. إحنا مالنا نقول على فلسطين ويا فلسطين يا فلسطين، ما عملناش حاجة لغاية الوقت لفلسطين، ومن الأسوأ للأسوأ، مش قادرين نتقدم عشان كل بلد بتبص لمصلحتها الشخصية. أنا في أمان خلاص؟ لا، أنا بقول للوطن العربي كله أنتوا مش في أمان، أنتوا مش في أمان. إذا كانت في حرب على سوريا يبقى بكرة على مصر، بكرة على العراق، وشفنا العراق وشفنا ليبيا وشفنا السودان والجنوب، وهكذا هتبقى كل الدول. وإذا كان في حد بيحتمي بالخارج فبقول له ما تحتميش. فأنا طالب غير محكمة العدل الدولية، ده مطلب الناس كلها بتقوله، وما شفناش تحرك من لا من الجامعة العربية ولا تحرك من اتحاد المحامين العرب. كل يوم نقول محكمة العدل الدولية، لا في طلب اتقدم ولا في دعوة اتقدمت. عايزين مقابلة للأمين العام لجامعة الدول العربية، لأن رجوع سوريا قوة ليها. رجوع سوريا معناها الوطن العربي بيحتضنها، وكلنا لازم نقف هذا الموقف مع الجامعة العربية ونقول سوريا مننا واحنا منها. سوريا ومصر والوطن العربي شعب واحد، وطن واحد وأمة واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.